ولتفضل تتفضل السيدة العضوة فيبي فوزي جرجس وكيل المجلس بإلقاء كلمتها. بداية أشكر زملائي الأعزاء السادة أعضاء المجلس الموقر على ثقتهم الغالية. أتمنى التوفيق والسداد في المسؤولية التي أناطها الدستور بنا جميعا. الحقيقة اليوم في حدث يشكل سابقة هي بذاتها تحمل العديد من الدلالات والمعاني. يعتبر انتخاب امرأة كوكيلة لمجلس الشيوخ انتصارا للمرأة المصرية ونقلة نوعية في مسار هذه المرحلة، وتأكيدا على جدارة هذه المرأة بأن تتبوأ كافة المواقع التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولا يسعني في هذا الموقف الجلل سوى أن أحيي القائد العظيم لهذا البلد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هيأ المناخ الملائم لمثل هذا الحدث، وكان دعمه المخلص والدؤوب للمرأة المصرية دافعاً لها لكي تقتحم كافة المجالات بإصرار لا يعرف الكلل. التحية أيضاً موصولة لزملائي من أعضاء المجلس الموقر الذين شرفوني بهذا التكليف، مؤكدين ثقتهم في المرأة المصرية وما تستطيع أن تنجزه إذا أتيحت لها الفرصة. لهذا الحدث أيضاً دلالاته السياسية التي يجب أن ننتبه لها جيداً، إذ يأتي العمل في المجلس الجديد مشاركة بين جميع الأحزاب، فإنني أنتمي لحزب الشعب الجمهوري وها هو يحصل على أحد مقعدي الوكالة، الأمر الذي يؤكد على تشاركية العمل النيابي في مجلس الشيوخ. تتمتع مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو بحركة ونشاط سياسي يستهدف في تياره العام تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للمنتمين لكل الفئات والأحزاب والأقليات في كل أوجه النشاط السياسي، وفي القلب منها المؤسسات النيابية، فالشباب والمرأة والأقباط ولذوي الهمم نصيب. الحقيقة بشير النهاردة لأن أنا امرأة قبطية أنتمي إلى دائرة انتخابية من خارج القاهرة، وأنتمي لحزب سياسي ليس هو بالأغلبية في مجلس الشيوخ، فالحقيقة انتخابي كوكيلة بهذه الصفات له العديد من الدلالات الجديدة والجديرة بالتأمل، والتي تؤكد أن دولتنا الرائدة هي رائدة دائما بقيادة رئيسنا المحبوب. أتوقع فصل تشريعي رائع بما يعني يشمله المجلس من كوكبة رائعة من القامات العلمية والسياسية والاقتصادية الحقيقة في جميع المجالات. شكرا جزيلا معالي الرئيس، ثقتكم الغالية. معالي السادة النواب زملائي، شكرا جزيلا، جعلنا الله دائما يعني في عند حسن ظن الوطن والمواطن. شكرا جزيلا.